بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نجاح تجربة الإطلاق الأخيرة، لم تكتسب أنقرة فقط فرصة استراتيجية للغاية لامتلاك صاروخ باليستي يطلق من الجو لأول مرة، ولكنها أظهرت أيضا مرة أخرى أهمية وجود نظام محلي ووطني في مجال إنتاج الذخائر وأنظمة الإطلاق. نتعرف معكم في هذا الفيديو على الصاروخ الفرط صوتي إيها-230 المخصص للإطلاق من المسيرات. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. في تطور استراتيجي غير مسبوق، فتح الصاروخ فرط الصوتي إيها-230 الذي أطلق من مسيرة أكينجي الباب لعصر جديد أمام تركيا، عندما أصاب هدفا على بعد 140 كيلومترا. من خلال النجاح الذي حققته هذه التجربة، لم تكتسب أنقرة مجرد فرصة استراتيجية للغاية بامتلاك صاروخ باليستي يطلق من الجو، ولكنها أظهرت أيضا مرة أخرى أهمية وجود نظام محلي ووطني في مجال إنتاج الذخائر وأنظمة إطلاقها، بالتوازي مع النهضة الكبيرة التي شهدتها صناعة الدفاع التركية وبالأخص المسيرات. حققت تركيا أيضا نجاحات كبيرة جدا في أنظمة الصواريخ الذكية التي بدأتها منذ عام 2012، الأمر الذي مكن المسيرات التركية المسلحة سها من زيادة قيمتها وفاعلياتها بفضل ميزة القوة الضاربة للصواريخ الذكية، أي قدرتها على استخدام ذخيرتها لتدمير أهداف أرضية وجوية وبحرية بدقة عالية، ثابتة كانت أو متحركة. أحدث هذه الصواريخ وأكثرها فتكا هو الصاروخ الذي طورته شركة روكستان بموارد محلية ووطنية، وأطلق من طائرة مسيرة لأول مرة، وأصاب صاروخ إيها-230 الهدف بدقة من مسافة 140 كيلومترا في طلقة الاختبار. فلماذا كانت هذه التجربة مهمة واستراتيجية؟ وما نوع الأهداف التي يمكن استخدام هذا الصاروخ ضدها؟ إليكم بعض الإجابات عن هذه الأسئلة. الصاروخ فرط الصوتي 230 إها، إنها المرة الأولى التي تمتلك فيها تركيا مثل هذا الصاروخ الذي يعتبر من فئة الصواريخ البالستية الأسرع من الصوت. ولنجاح تجربة الإطلاق الأخيرة، تندرج تركيا في فئة الدول التي أنتجت واختبرت بنجاح صاروخا باليستيا يطلق من الجو عبر منصات وطنية لأول مرة. والحقيقة إن صاروخ إيها-230 ليس في الواقع مشروعا ظهر في يوم وليلة، بل هو نتاج تراكم خبرات كبيرة ومتنوعة، تحديدا الخبرات التي تراكمت من مشروع صاروخ TRG-230، وهو نظام الصواريخ الباليستية الذي طورته شركة روكستان للإطلاق من الأرض وقد دخل الخدمة فعليا. وتماشيا مع المطالب الميدانية، كان التركيز على نسخة تطلق من الهواء من TRG-230 بعد الجهود المكثفة لمهندسي روكستان وبيكار، الشركة المصنعة لمسيرات بيرقدار وأكينجي. اكتملت بسرعة الأعمال على كل من الصاروخ والمنصة التي سيطلق من خلالها، وظهر صاروخ إيها-230 الذي يمكن أن يصل مداه إلى أكثر من 140 كيلومترا. وعلى الرغم من أن صاروخ إيها-230 أثقل بعشر كيلوغرامات من TRG-230، فإنه يمكنه الوصول إلى ضعف المدى، والسبب الرئيسي لذلك هو إطلاق الصاروخ المعني من الطائرة. يمكن للصاروخ إيها-230 الذي يطلق من ارتفاع يقارب 20 إلى 30 ألف قدم السفر بشكل أسرع وأطول. أما عن التكلفة والفاعلية، مما لا شك فيه أن التجارب القتالية التي خاضتها المسيرات فوق أكثر من ساحة قتال إقليمية ودولية، من سوريا إلى ليبيا ومن القوقاز إلى الحرب الأوكرانية، منحت تركيا كثيرا من الدروس والعبر في مجال حروب المسيرات، إذ ظهرت بوضوح مرة أخرى أهمية الذخيرة والصواريخ التي يمكن استخدامها بأعداد كبيرة في ساحة المعركة اليوم، وفعالة من حيث التكلفة وتدمير الأهداف معا. وبفضل امتلاك إيها-230
حققت تركيا نجاحا كبيرا في استهداف أنظمة الدفاع الجوي للعدو على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وهي ميسورة التكلفة ويمكن استخدامها بأعداد كبيرة، إذ اكتسبت تركيا ذخيرة يمكن أن تصل إلى القوة التدميرية بتكلفة معقولة جدا. وتمتلك منظومة إها 32 القدرة على الذهاب إلى هدف العدو بسرعة كبيرة، حتى عندما تكتشف رادارات العدو صاروخا عالي السرعة والارتفاع فغالبا ما يكون الوقت قد فات. قليل من البلدان في العالم لديه هذه القدرة. إذن ما الأهداف التي يمكن لصاروخ إها 230 تدميرها وضربها؟ تتمتع صواريخ إها 230 بمدى بعيد، ولأنها تعتمد على الوقود الصلب فهي فعالة للغاية ضد أنظمة الدفاع الجوي مثل بيوكي وإس 300 وغيرها من الدفاعات الجوية. وبصرف النظر عن أنظمة الدفاع الجوي، قد تكون القواعد والمراكز الهامة التابعة للعدو هدفا لصواريخ إها 230. بالإضافة إلى ذلك، عند استيفاء الشروط اللازمة يمكن أيضا إصابة عناصر البحرية المعادية بشدة بنفس الصاروخ. في النهاية علينا أن نؤكد أيضا إحدى القضايا الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا في التطورات المتعلقة بصناعة الدفاع المحلية والوطنية، وهي إمكانية التصدير لصاروخ إها 230 عالي الدقة والجودة، وسيكون الطلب عليه كبيرا لأنه صاروخ مميز وسوف يغذي الطائرات التي تبيعها وتصنعها تركيا للعديد من دول العالم، وأن كل بلد يريد أن يكون لديه ذخيرة يمكن أن ينتج مثل هذه النتائج الفعالة بهذا السعر الرخيص، أي ذخائر ومسيرات بأسعار زهيدة ورخيصة وفاعلية فتاكة ودقيقة تنتجها تركيا. جدير بالذكر أيضا أن أقنجي مطلوبة من جميع أنحاء العالم، ويكاد يكون من المؤكد أن البلدان التي ترغب في الحصول على مسيرات أقنجي تريد أيضا إها 230. في النهاية يريد جميع المستخدمين امتلاك ذخيرة أسرع من الصوت يصل مداها إلى أكثر من 150 كيلومترا. إذن تعرفنا معكم على هذا الصاروخ الجديد، والذي يؤكد قوة الرئيس أردوغان والدولة التركية في مجال التصنيع العسكري، وهذا الذي يجعل المعركة مستعرة لمحاولة إيقاف تركيا وإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان لإنهاء هذا الحلم التركي والإسلامي في الصناعات الدفاعية العسكرية. في الختام متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.